السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقوق المائية والاتفاق العادل. مصر تتمسك بثلاث مطالب في مفاوضات سد النهضة. خليكم معانا، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. خليكم معانا نشوف الخبر. ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية مساء الأربعاء ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان مستقبل مصر المائي الفرص والتحديات. واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الندوة تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإسيوم ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات. وأكد الوزير على بعض البنود ومنها واحد التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة. 2. التأكد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. 3. التأكيد على أن سد النهضة الأثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الأثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.